هذا وأكدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن إجراء أكثر من 1,000,000 فحص خلال 6 أشهر يعد إنجازا جاء نتاج جهود وطنية دؤوبة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. الإنجاز اللي تحقق بإجراء 1,000,000 مسحة يعتبر فخر لمملكة البحرين أن استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز لإجراء الفحوصات المسحة الأنفية للمواطنين والمقيمين. فبالتأكيد هذا لم يكن بالأمر اليسير والسهل، ولكن كان هناك تحدي للتصدي لهذا الفيروس، وجاء هذا التحدي بفضل الجهود الوطنية اللي قام بفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظ الله، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة كل المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وكان تحدي كبير فعلا أن احنا نستطيع أن نحقق هذا الإنجاز، وبالتالي طبعا يعد يعني على المستوى العالمي إنجاز ونجاح كبير، وهذا فعلا ما أكدته منظمة الصحة العالمية، ويشار بالبنان إلى الإنجاز اللي تمكنت البحرين وإصرار وعزيمة لمواجهة هذا الفيروس، وإن شاء الله يتم الانتهاء والقضاء على هذا الفيروس. حالات الشفاء من الفيروس وصلت إلى نسبة 92.3%، يعتبر هذا مؤشر نجاح لمملكة البحرين. ومثل ما قلت بفضل جاء هذا طبعا فضل الاستعدادات والتجهيزات، وأثبت كفاءة النظام الصحي في مملكة البحرين خاصة بخلال توافر الطاقة الاستيعابية سواء بمراكز الفحص والعلاج، وتوافر كل السبل والوسائل اللي تساعد على ارتفاع حالات الشفاء